موسوعي فذ ليس له نظير، أتقن من العلوم الكثير، من اللغة والشعر والفلسفة إلى الطب والعلاج والجراحة، فسطع نجمه وذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق البعيدة. أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي من أهل وادي آش الواقعة على بعد 55 كيلومترا عن قرطبة، ولم يحدد تاريخ مولده بالتحقيق، فقدر ميلاده بين عامين 95-400 و 500 للهجرة. درس ابن طفيل الحديث واللغة والفقه والعلوم العقلية والطب على أبي محمد الرشاطي وعبد الحق بن عطية وغيرهما من أقطاب العصر، وبرز في تلك العلوم وترك فيها آثارا، ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل إذ برع في الفلسفة، وكان عالما محققا شغوفا بالحكمة المشرقية، متصوفا طبيبا ماهرا في أصول العلاج، حاذقا بصناعة الطب والجراحات، وفقيها وكاتبا بليغا ناظما ناثرا، وعمل بالكتابة حيث كان يكتب لرؤساء غرناطة، فكتب لوالي غرناطة الموحدي وتقلب في وظائف عدة، ومع نبوغه وسطوع نجمه تولى الحجابة في بلاط غرناطة، ومع ازدياد صيته استدعاه خليفة دولة الموحدين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ليكون وزيره وطبيبه الخاص، إذ كان أبو يعقوب ممن شغفوا بالعلم والفلسفة. وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به والحب له، بلغني أنه كان يقيم في القصر عنده أياما ليلا ونهارا لا يظهر، وكان السلطان فضلا عن ذلك يندبه لبعض المهام الخلافية الدقيقة، من ذلك أن عهد إليه بالسعي لتأليف طوائف العرب وترغيبهم في الجهاد، وفي سبيل ذلك وضع ابن طفيل قصيدته الشهيرة يهيب فيها بالعرب أن ينهضوا للمشاركة في الجهاد. واستغل ابن طفيل مكانته ليجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبه الخليفة عليهم ويحضه على إكرامهم والتنويه بهم، وهو الذي نبهه على تلميذه أبو الوليد بن رشد بأن نوه بفضله وبراعته لدى الخليفة حتى علت مكانته لديه. كان لموسوعية ابن طفيل بصمة خاصة على مؤلفاته، إذ استطاع بموهبته في الشعر أن يصوغ خبرته الطبية في قصيدة بلغت أكثر من 7700 بيت، وهي ما زالت مخطوطة وموجودة في مكتبة القرويين بفاس. ومن آثاره أيضا رسالة حي بن يقظان، وهي تلخيص فلسفي لأصل الطبيعة والخليقة، عرضت خلال حياة طفل أسماه حي، وقد استطاع هذا الطفل بالملاحظة والتأمل التدريجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يصل إلى أسرار الطبيعة والحكمة العليا، وأن يتقرب في تأمله من الله. وبالرغم من صغر حجم هذه الرسالة الفلسفية إذ لا تزيد عن 50 صفحة، إلا أنها لفتت أنظار النقد الحديث وترجمت إلى اللاتينية منذ القرن 17، كما ترجمت بعد ذلك إلى لغات أخرى. وإذا كان قد جمع الطب بالشعر في قصيدة، فستراه يصوغ الطب وتتبدى خبرته في جانب التشريح في هذه الرسالة الفلسفية نفسها، فقد شرح على لسان بطل قصته تشريح الغزالة وبين وصف الأعضاء التي شاهدها من الجلد حتى القلب. وبين ابن طفيل وابن رشد مراجعات ومباحث في رسم الدواء جمعها ابن رشد في كتاب سماه رسالة في النفس.
ويثبت المترجمون لابن طفيل تآليف متنوعة في الطبيعيات والفلسفة والطب والفلك، حتى إن له نظرية في الفلك خالف فيها بطليموس وغيرها من المؤلفات والرسائل المفقودة. كما كانت لابن طفيل أشعار كثيرة أورد عبد الواحد المراكشي نماذج منها. ما كل من شم نال رائحة للناس في ذا تباين عجب، قوم لهم فكرة تجول بهم بين المعاني أولئك النجوم، وفرقة في القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ما طلبوا، لا غاية تنجلي لناظرهم منه ولا ينقضي لهم قرب. ولما توفي الخليفة أبو يعقوب يوسف في ربيع الأول سنة 80 500 للهجرة عقب نكبة جيشه في موقعة شنترين، استمر ابن طفيل في منصبه طبيبا خاصا لولده الخليفة الجديد أبي يوسف يعقوب المنصور، لكنه لم يعش بعد ذلك طويلا، إذ توفي في مراكش سنة 81 500 للهجرة، وحضر السلطان جنازته.